احنا يوم امس يعني انتم كنتم من السباقين، تم رفع النافذه الالكترونيه من العاصمه بغداد، من واقع تسجيل بغداد. احنا من خلال منبركم الكريم، من خلال القناه الكريمه، نهيب بالمواطنين عنده توجه الى مواقع التسجيل باتخاذ الاجراءات الوقائيه الصحيه. نعم. هاي اللي نطلبه من عندهم، لان انتم اهلنا وهم الاعزاء علينا، فاللي يتوجه خلي يكون يعني يقي نفسه، يعتبر رجل المرور هو يجوز مصاب، لان كثره المراجعين والملامسين احنا دوام موجود. هاي وحده. اثنين، معلومه للاصحاب الاحرف الارقام او الاحرف اللام والكاف والزاي هم راح يسالوك فيها. نعم. يقولوا لك مديريه المرور العامه عندنا احرف متوقفه، اخواني حصلت الموافقه وتم نشرها في جريده الوقائع العراقيه. جيد جدا. ان شاء الله فقط اجراء اداري بسيط.